أعزائي طلبة التعليم المفتوح المستوى الثالث تاني، هندرس مع بعض إن شاء الله المراجعة والرقابة المالية القسم الأول المراجعة، ومعكم الأستاذ الدكتور علي طلبة. الوحدة الأولى تعريف المراجعة وأهدافها وأنواعها. أولا تعريف المراجعة هي فحص فني انتقادي محايد لغرض إبداء الرأي في شكل تقرير، ومن هذا التعريف نقدر نعرف إيه هي الأهداف بتاعة المراجعة. الهدف الرئيسي تمكين المراجع من إبداء رأيه الفني المحايد فيما إذا كانت الحسابات الختامية تعبر عن نتيجة النشاط، وإن الميزانية تعبر عن المركز المالي للمنشأة. أما الأهداف الفرعية لمراجعة العمليات والأرصدة، واحد أهداف مراجعة العمليات التأكد من أن العمليات المثبتة بالسجلات خلال الفترة المالية قد حدثت بالفعل ولم يتم استبعاد أي عمليات تم. التأكد من أن المبالغ الواردة بالمستندات والسجلات صحيحة من الناحية الحسابية، وأنه قد تم توجيهها بشكل سليم محاسبيا. التحقق من ترحيل العمليات من اليومية إلى كل من الأستاذ العام والفرعي بشكل سليم. اثنين أهداف مراجعة الأرصدة، التأكد من الوجود الفعلي للأرصدة التي تحتويها القوائم المالية، وذلك عن طريق الجد الفعلي. مطابقة الأرصدة بدفاتر الأستاذ الفرعي مع الإجماليات المقابلة لها، زي ما حضراتكم عارفين، زي إجمالي المدينين، ونقارنه مع أستاذ فرع المدينين. التأكد من أن أرصدة الأصول والخصوم وحقوق الملكية والمصروفات والإيرادات والتدفقات النقدية قد تم تسجيلها وتبويبها وفقا لمبادئ ومعايير المحاسبة. ثلاثة أنواع المراجعة، أولا من حيث الهدف، ثانيا من حيث الجهة التي تقوم بعملية المراجعة، ثالثا توقيت المراجعة، رابعا الشمولية، خامسا مدى الإلزام بها. من حيث الهدف، أنا عندي مراجعة القوائم المالية، واحد، اتنين مراجعة الالتزام، أي مراجعة التزام العاملين باللوائح ونظم الرقابة الداخلية، مراجعة التزام المنشأة بالقوانين الداخلية والخارجية. عندي تلاتة، المراجعة التشغيلية، مراجعة أنشطة المنشأة بهدف تحديد مدى كفاءة وفعالية أداء هذه الأنشطة. من حيث جهة المراجعة، عندي المراجعة الخارجية التي يقوم بها المراجعون الخارجيون اللي هم مراقبي الحسابات، ويقوم بها مكاتب خاصة بالنسبة للقطاع الخاص، والجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للحكومة وشركات قطاع الأعمال. اثنين، المراجعة الداخلية، ويقوم بها مراجعي إدارة المراجعة الداخلية بالمنشأة. من حيث التوقيت، عندي المراجعة النهائية التي يقوم بها مراقب الحسابات في نهاية الفترة المحاسبية، والمراجعة المستمرة التي يقوم بها المراجع الداخلي بالمنشأة، وهي تتم على مدار الفترة المحاسبية، أو قد يقوم بها مراقب الحسابات إذا رأى خلل أو عدم كفاية في نظام الرقابة الداخلي. من حيث الشمولية، أنا عندي المراجعة الشاملة أو الكاملة، وهي المراجعة بمفهومها الشامل، ويستخدم المراجع المعينة الإحصائية في هذه المراجعة. أما المراجعة الجزئية لأغراض خاصة، وهي فحص لغرض خاص، ومن أمثلتها فحص العمليات النقدية للمنشأة خلال فترة معينة، أو فحص عمليات المخزون، ودي أحيانا ممكن تكون نتيجة طلب مثلا أحد الأطراف الخارجية زي بنوك عند الإقراض، تطلب مثل هذه المراجعات من مراقب الحسابات. من حيث مدى الإلزام بها، عندي المراجعة الإلزامية، وهي المراجعة التي تلتزم بإجرائها المنشأة وفقا لمتطلبات القوانين، ولضمان استقلال المراجع يجب أن يعين المراجع من قبل الجمعية العمومية المساهمين. المراجعة الاختيارية، المنشآت التي تقل رأسمالها مبلغ معين وفقا للقانون غير ملزمة بالمراجعة.